السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي. هنكمل مع بعض يا جماعة إن شاء الله من مكان ما وقفنا مع بعض الحصة اللي فاتت، على موضوع من أهم المواضيع في الكيمياء واللي بيمثل أهم حاجة عندنا يعتبر في سنة أولى وثانية وثالثة. إن حضرتك كطالب تكون فاهم كويس إزاي بتكتب حاجة اسمها المعادلة اللي يا جماعة المعادلة الكيميائية. طيب ببساطة كده يا جماعة عشان أفهمك واحدة واحدة، تعال نشتغل بالراحة وبإذن الله هتفهم كل تفصيلة. إيه هي المعادلة الكيميائية واتحطت ليه؟ بنقول في البداية يا جماعة إن المعادلة الكيميائية دي اتحطت عشان توصف حاجة اسمها التفاعل الكيميائي، يبقى المعادلة الكيميائية دي هي وصف بسيط وموجز للتفاعل الكيميائي. فنرجع نفكر حضرتك بحاجة أنت واخدها من إعدادي. فما المقصود أول حاجة أهو، فما المقصود بالتفاعل الكيميائي؟ اللي كان بيدرس باللاتيني كان بيقول chemical reaction أو chemical combination. طب إيه هو التفاعل؟ العلماء قالوا إن أي تفاعل كيميائي هو عبارة عن حاجتين. التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط، أكيد فاكرين الكلام ده، في جزيئات أو اسمها بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة. يبقى أي تفاعل كيميائي أول حاجة بيتم فيه إيه؟ كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتج. يبقى مبدئيا أي تفاعل كيميائي عندنا في الكيمياء هو عبارة عن عمليتين، كسر الروابط الموجودة في جزيئات حاجة اسمها المواد المتفاعلة وتكوين روابط في حاجة اسمها جزيئات المواد الناتجة. ومن هنا هنوصل لاستنتاج بسيط قوي لأي واحد قاعد مركز، ركز معايا بقى اوعى تسرح بالله عليك. ايه هو؟ ان التفاعل الكيميائي فيه حاجتين، في حاجة اسمها مواد متفاعلة وفي حاجة اسمها مواد ناتجة. ده في كل التفاعلات؟ اه حبيبي في كل التفاعلات، اي تفاعل كيميائي فيه الاثنين، مواد متفاعله ومواد ايه؟ ناتجه. الاستاذ بقى اللي مذاكر اللي فات، طب المواد كلها عندنا في الكيمياء كام نوع؟ قال لي المواد هتكون حاجه من اثنين، يا اما تكون عناصر يا اما مركبات. يبقى استنى بقى بالراحه، ما هي الماده عندي يا اما عنصر يا اما مركب. يبقى انا عشان افهم كويس ازاي اكتب المعادله في حاجتين لازم اعرفهم، لازم اكتب المواد المتفاعله والمواد الناتجه. وعشان اعرف اكتب المواد المتفاعله والمواد الناتجه هم مش هيخرجوا عن كونهم واحده من اثنين، يا اما تكون عناصر يا اما تكون مركبات. يبقى انت يا مستر مطلوب منك دلوقتي تشرح لي ازاي اكتب العناصر وازاي اكتب المركبات. هقول لك لا، انا شرحت لك ازاي تكتب المركبات. اللي ذاكر اللي حضرناه الحصه اللي فاتت، كل المركبات بتكتب بطريقه واحده، اللي هي طريقه كتابه المركبات المره الاخيره، يكتب الشق الموجب، يكتب الشق السالب، يتم استبدال التكافؤات وتختصر التكافؤات ان امكن. واخدنا تدريبات عليها وانت حلتها وحليناها مع بعض. تعالى لي بقى هنا، امال العناصر؟ بصوا بقى يا جماعه اسمعوا القاعده دي لو ما تعرفوهاش. كل العناصر الموجوده في الطبيعه تكتب على صورتين، عناصر على الصوره اكس وعناصر على الصوره اكس 2. لو ما تعرفش المعلومه دي، يبقى اي عنصر اللي هو الاليمنت بيتكتب ازاي؟ حاجه من اثنين، يا اما اكس يا اما اكس 2. واحد قال لي مستر انا مش فاهم يعني ايه اكس ويعني ايه اكس 2. قلت له حاضر، عناصر على الصوره اكس يعني الجزيء بتاعها جزيء يتكون من ذره واحده. يبقى في عناصر لازم تبقى عارف كده ان هي في الطبيعه الجزيء بتاعها من ذره واحده، وفي عناصر الجزيء بتاعها اكس 2 يعني جزيء يتكون من ذرتين. طب انا مستر لازم احفظ دول؟ اه يا حبيب قلبي لازم تبقى عارفهم كويس زي اسمك، لان دي اساسيات احنا بنقول عرفتها كويس اوعدك انك تشتغل وانت فاهم كل حاجه. يلا بقى نشتغل مع بعض. ايه بقى العناصر اللي الجزيء بتاعها من ذرتين؟ احفظهم اسهل، ويبقى اي حد بعد كده من ذره واحده. ازاي؟ في سبع عناصر تكتب على الصوره اكس 2، اي حد غير السبع دول بيكتب على الصوره اكس. واحد قال لي برده مش فاهم، اسمع، العناصر اللي الجزيء بتاعها من ذرتين هي H2 هيدروجين، N2 نيتروجين، O2 أكسجين، F2 فلور، Cl2 كلور، Br2 بروم، I2 يود.
السبع عناصر دول استاذنا المحترم ربنا خلقهم في الطبيعه الجزيء بتاعهم بيكون من ذرتين، لان هو بيكونوا في الحاله دي في حاله استقرار. مين هم السبعه للمره الاخيره؟ H2N2O2 هيدروجين نيتروجين اكسجين F2Cl2Br2I2 اللي لو انت كنت ما شاء الله بتذاكر وانت في اعدادي، الاربع عناصر دول كان اسمهم هالوجينات، اللي هي مجموعه كان اسمها 7A في الجدول الدوري هالوجينات. ولذلك انا دايما اقول ايه، العناصر اللي الجزيء بتاعها مكون من ذرتين، الثلاث غازات والهالوجينات اللي هم هيدروجين نيتروجين اكسجين فلور وكلور وبروم ويود. يبقى كده حقيقي بص نحط قاعده، اوعى اسمعك واحنا بنكتب في معادله تقول لي اتش، مش هسمها اتش H2، مش هسمها N2O2F2Cl2Br2I2. ليه يا مستر؟ لان العناصر دي الجزيء بتاعها مكون من كام ذره؟ من ذرتين. اسمع بقى، اي عنصر غير السبعه دول الجزيء مكون من ذره واحده. يعني مثلا جينا نكتب معادله بنقول ايه، يتفاعل عنصر الصوديوم Na، الكالسيوم Ca، مغنيسيوم Mg، الومنيوم Al، يتفاعل الحديد Fe، يتفاعل النحاس Cu، يتفاعل الفضه Ag. اي عنصر بعد كده ليه بيتكتب كده بقى؟ لان الجزيء مكون من ذره. يبقى تاني عشان افهم ازاي اكتب المعادله لازم استوعب حاجتين مهمين، ازاي اكتب العناصر وازاي اكتب المركبات. المستر اكد لي ان المركبات تكتب بطريقه واحده، المركبات غير العضويه يكتب الشق الموجب ثم السالب، ابدل التكافؤات واختصر كده. انا اتعلمت اكتب مركبات، فاضل لي اكتب مين؟ قال لي فاضل لي اكتب عناصر. العناصر تكتب على طريقتين، يا اما على السطوره اكس يا اكس 2. اكس 2 لو الجزيء من ذرتين، اكس بس لو الجزيء من ذره. طب انا هحفظ كل العناصر؟ لا، احفظ اللي من ذرتين، يبقى اي حد بعد كده من ذره واحده. مين العناصر اللي الجزيء بتاعها من ذرتين؟ سبع عناصر، هيدروجين نيتروجين اكسجين فلور وكلور وبروم ويود. ما دون ذلك اي حد غير كده الجزيء مكون من كام ذره؟ من ذره واحده. وبكده يبقى احنا لحد اللحظه دي اخذنا ازاي نكتب العناصر وازاي نكتب المركبات. طب واحده واحده بقى نبدا، بقى خد بالك اهو، نبدا بتعريف معنى كلمه المعادله الكيميائيه. تبقى ايه هي المعادله الكيميائيه؟ المعادله الكيميائيه هي مجموعه من الرموز والصيغ. بص السهوله في التعريف، مجموعه من الرموز وايوه هفهمك طبعا، والصيغ توضح كل من المواد الداخله في التفاعل اللي هي المتفاعلات والناتجه منه. او اقدر اقول تعريف تاني، هي وصف بسيط وموجز. طبعا التعريفات مش حافظه عندنا خلاص. اقدر اقول المعادله مجموعه من الرموز والصيغ. بص اللي مركز معايا، لان المعادله فيها حاجتين، عناصر ومركبات. العناصر لها رموز والمركبات لها صيغ. يبقى المعادله كلها مجموعه رموز وصيغ بتوضح مين ومين؟ توضح المواد الداخله في التفاعل والناتجه منه. او اقدر اقول ان المعادله الكيميائيه هي وصف بسيط ومختصر للتغيرات الحادثه اثناء التفاعل. طب يلا بقى تعال نخش على المعادلات الكيميائيه. بصوا يا جماعه، يبقى المعادله اتعملت عشان توصف حاجه اسمها التفاعل الكيميائي زي ما احنا عمالين نعيد ونزيد. اسمع كده، بصوا التفاعل ده بيقول لك اول حاجه، اول تجربه هي يتفاعل عنصر المغنيسيوم مع غاز الاكسجين في وجود الحراره. ده بيسموه شرط التفاعل يا جماعه، لازم نسخن. مكونا اكسيد مغنيسيوم. ثانيه واحده، اللي قدام حضراتكم ده يا جماعه تفاعل مش معادله، ده تفاعل كيميائي. يلا بقى بالراحه، تقدروا من اللي مكتوب ده قدامكم بالراحه مع بعض، انا معاك اهو، تقول لي فين المتفاعلات وفين النواتج؟ العيل اللي محترم اللي مركز قال لي سهله يا مستر، مغنيسيوم واكسجين متفاعلات باين. وفين النواتج حبيبي؟ قال لي اكسيد المغنيسيوم نواتج. حلو، تعال بقى نحول الكلام ده لمعادله. بص انا هعمل ايه؟ يبقى يتفاعل عنصر المغنيسيوم، بص انت كاتب ايه؟ مغنيسيوم زائد مع مين حبيبي؟ قال لي مع غاز الاكسجين. بكل هدوء اهو يا جماعه، ادي غاز ها الاكسجين في وجود الحراره. الحراره دي بيسموها شرط تفاعل. شرط التفاعل بيتكتب على الساحه من فوق. احيانا شرط التفاعل يكون حراره، ساعات يكون ضغط، حاجه اسمها بريشر،
ساعات يبقى حاجه اسمها عامل حفاز اخدتوها في اعدادي كان اسمها كاتاليست. فهنا الشرط حراره. مكونا ايه يا مستر؟ مكونا اكسيد مغنيسيوم. انا معاكم بالراحه يا جماعه. شايفين اللي قدامكم دي بقى يا شباب؟ اللي قدامكم دي بيسموها معادله. ركز بقى في الكلمه اللي مكتوبه دي، معادله بكل بساطه اهو، معادله لفظيه. معادله ايه؟ لفظيه. اللي بيفهم عربي قال لي سهله جدا. هي لفظيه لانك كاتب الفاظ، اخدت الالفاظ وكتبتها زي ما هي بالعربي، يبقى اسمها معادله ايه؟ لفظيه. انا وانت بقى هنعمل ايه؟ هنحولها من معادله لفظيه الى معادله رمزيه. يعني ايه؟ هنشيل كل لفظ ونحط مكانه الرمز، كده يبقى حولناها من لفظيه الى رمزيه. تعال نشتغل بقى، بس القواعد مش بحفظ. انت قلت يتفاعل عنصر مين؟ المغنيسيوم. هنا كل كلمه هكتبها هشرح انا كتبتها كده ليه، ولو انت مركز معايا على السطوره هتفهم كويس تاني، مع ان احنا لسه شارحين اهو، ما شطبناش حاجه من قدامك. يلا مع بعض بقى. ها، قال لي يتفاعل عنصر المغنيسيوم. بص اللي مركز، مغنيسيوم ام جي. فهنا انا هساله، فاكر ان انا هعديها لك كده، مفيش بقى شغل ان احنا نحفظ الكلام ده يا جماعه. فسالته انت ليه كاتب ام جي مش كاتب ام جي 2؟ قال لي لا، ام جي بس، لان جزيء المغنيسيوم يتكون من ذره واحده. شفت المذاكره؟ السيات هي قدامك. يبقى جزيء المغنيسيوم عشان بيتكون من ذره واحده لازم تكتب ام جي، ما ينفعش تكتب ام جي 2 ولا ام جي 3. ام جي زائد، بص بقى، غاز الاكسجين. فالولد المحترم قال لي او 2. الله الله الله، ايه الكوسه دي بقى؟ اشمعنى يعني؟ ليه او 2؟ ليه مش او بس؟ قال لي لا مستر، لان جزيء الاكسجين يتكون من ذرتين. ودي حته للاسف كانت بتحفظ في اعدادي، واحد يقول لك ايه؟ ام جي زائد او 2، ليه يعني؟ ليه ام جي وليه او 2؟ ليه مش ام جي 2 زائد او؟ قال لي لا، ام جي لان الجزيء من ذره واحده، او 2 لان الجزيء من ذرتين. استنى بقى، كده كتبنا العناصر صح؟ في وجود الحراره، الحراره بتترسم على هيئه مثلث كده يا شباب زي ما انا عملت، دي كده حراره هيت. اكسيد المغنيسيوم ده بقى مش عنصر، ده مركب. انتبه، المركب ليه قواعد كتابه ملهاش علاقه بالكلام ده خالص. قواعد كتابه المركب اللي مركز معايا، قال لي يا مستر سهله، هنكتب الشق الموجب اللي هو المغنيسيوم. قلت له برافو. بعد كده الشق السالب اللي هو الاكسجين. قلت له تمام. ثاني خطوه نبدل التكافؤات. يلا يا جماعه اللي مذاكر، مغنيسيوم كان عدد الذري 12، توزيع ال 12 2 8 2، يفقد 2 يبقى ثنائي، ال 2 تيجي هنا. والاكسجين اللي مذاكر عدد الذري 8، يلا وزع ال 8، 2 6 يكتسب 2 يبقى هو كمان ثنائي. هنسيبها كده اخر خطوه كنا بنختصر. فانا لما اسال الاستاذ بقى اللي مركز، انت ليه كتبت ام جي او كده؟ ليه مش ام جي او 2؟ ليه مش ام جي 2؟ قال لي لا، ده احنا بنبدل التكافؤات واختصرنا فطلعت ام جي او. يبقى تاني، كتابه العناصر غير المركبات. انا كتبت هنا ام جي لان الجزيء من ذره واحده، كتبت هنا او 2 لان الجزيء من ذرتين، كتبت هنا ام جي او لان كتبت الشق الموجب والسالب وبدلت التكافؤات واختصرت. تعالى بقى، بعد ما بنكتب الكلام ده، يبقى اول حاجه خطوات بقى بالعربي، تكتب المتفاعلات جهه اليسار والنواتج جهه اليمين. دي الخطوه الاولى، كده عرفنا نكتب متفاعلات ونواتج. مع كتابة السهم في اتجاه النواتج، يبقى السهم دايما بيشير على مين؟ النواتج، هو جاي من اليسار لليمين. تكتب شروط التفاعل أعلى السهم، بص الخطوات، تكتب المتفاعلات جهة اليسار، النواتج جهة اليمين، مع إشارة السهم ناحية النواتج. لو التفاعل ليه شروط زي التسخين تكتب على السهم، مش بس كده. تكتب الحالة الفيزيائية لكل من المواد المتفاعله والناتجه. يعني ايه الحاله؟ لو الماده صلبه نكتب تحتها اس، اختصار لكلمه سوليد. لو سائله اكتب تحتها ال، اختصار لكلمه ليكويد. ولو غازيه اكتب تحتها جي، اختصار لجاز. يلا بقى، معروف كلنا ان المغنيسيوم ده عنصر صلب، سوليد. الاكسجين جاز. اخر حاجه اكسيد المغنيسيوم سوليد. فين بقى اخر خطوه؟ اخدتوا بالكم من الخطوات وهكتبها بالعربي تاني. يبقى هنا كتبت المتفاعلات، النواتج، السهم يشير جهه النواتج، تكتب شروط التفاعل اعلى السهم، بعد كده تكتب الحاله الفيزيائيه. اسمع بقى الجمله الجايه دي بيقول لك ايه؟ لابد ان تكون المعادله الكيميائيه موزونه. ودي من اهم النقط هنا يا جماعه، معادلة كيميائية لازم تكون ايه؟
موزونه. اولا يعني ايه موزونه؟ بالانسد اللي كان بيدرس بالانجليزي. موزونه يعني بكل بساطه عدد الذرات الداخله في التفاعل لازم تساوي عدد الذرات الناتجه من التفاعل. عارفين ليه يا جماعه؟ قال لك وذلك، ده سؤال عام طبعا بس عند بتوع الازهر مش عندنا، ليه لازم تكون موزونه؟ قال لك تحقيقا، وهثبت لكم الكلام ده، تحقيقا لقانون بقاء الكتله. يبقى اي معادله لازم تبقى موزونه عشان نحقق قانون بقاء الايه؟ الكتله. واحد قال لي مستر انا مش فاهم ايه قانون بقاء الكتله ده، قلت له بص الكتله لا تفنى يعني لا تختفي ولا تستحدث من عدم، يعني ما ينفعش يبقى انت ما معكش حاجه وفجاه تلاقي معاك 2 كيلو جرام، منين؟ الكتله لا تفنى يعني لا تختفي ولا تاتي من العدم. امال ايه بقى معناها؟ لازم كتل المتفاعلات بتساوي كتل النواتج، اللي هي عدد ذرات المتفاعلات بيساوي عدد ذرات النواتج. ده تحقيقا لقانون بقاء الكتله. يبقى تاني ليه اي معادله لازم تتوزن؟ تحقيقا لقانون بقاء الكتله، لازم كتل المتفاعلات تساوي كتل النواتج، لازم عدد ذرات المتفاعلات يساوي عدد ذرات النواتج. اسمع بقى بنوزن ازاي عشان دي الحته اللي كانت بتتعب بعض الناس. الوزن ده يا جماعه مهاره في الرياضه مش كيمياء. اولا نحط القاعده بس، يتم الوزن، اسمعوا الجمله دي، بوضع ارقام، ده الوزن يا جماعه، ارقام جهه اليسار، جهه اليسار شمال، تسمى المعاملات. يبقى لو انت عايز توزن اي معادله هتحط ارقام جهه الشمال بيسموها معاملات، يعني نتفق قبل ما نوزن ينفع تحط رقم هنا بصوا شمال او هنا او هنا. طب مستر ما ينفعش اغير هنا وهنا وهنا؟ لا تبقى انت ما فهمتنيش. هنا ما ينفعش لان الارقام اللي موجوده دي ليها قواعد، يعني هنا واحد لان الجزيء من ذره واحده انه كان مركز معايا، هنا اثنين لان الجزيء من ذرتين، هنا في المناطق دي الارقام دي ايه؟ تكافؤات واختصارتها. ما ينفعش تغير هنا تاني. الوزن بيتم ازاي؟ بوضع ارقام جهه اليسار. يلا نبدا مع بعض بقى، هديك فنيات للوزن مش في كتاب. لو معاك في المعادله سوليد وجاز وانت بتوزن احسن لك، انا ما بقولش لازم، احسن لك تبدا بالغاز. اسمع الكلام المستر خالد والله هتلاقيه سهل. لو عندك في المعادله صلب وغاز احسن لك ابدا بالغاز. تيجي نجرب طريقتي؟ طب او 2 خرجت كام واحده؟ قال لي واحده. اضرب في 2 احط الاثنين فين بقى؟ هنا. غلط كده، بتبوظ التكافؤات. احذر، شوف بنبه كام مره. الوزن ما ينفعش نغير الارقام دي، ليه؟ للمره الاخيره يا ابني احنا عمالين نعلمك. هنا جزيء من ذره، هنا جزيء من ذرتين، هنا تكافؤات واختصرناها. هتحط اي حاجه يبقى ناحيه الشمال، هنا هنا هنا. يلا او 2 خرجت واحده، قال لي نضرب هنا في 2 كده 2 او صح كده، الاو اتظبط اهو، او 2 بقت 2 او. خش على اللي بعده، ام جي واحده خرجت 2 اضرب في 2 كده اصبحت المعادله مالها يا جماعه؟ موزونه تحقيقا لقانون بقاء الكتله. قانون بقاء ايه؟ الكتله او قانون بقاء الماده. يبقى لو حد سالك علم هو ليه لازم تكون اي معادله موزونه، قول له تحقيقا لقانون بقاء الكتله. طب هو ايه معنى كلمه تبقى موزونه؟ المعادله الموزونه هي معادله تتساوى فيها عدد الذرات الداخله في التفاعل مع عدد الذرات الناتجه من التفاعل. ركز اهو، 2 mg 2 mg، دخلوا 2 خرجوا 2، او 2 خرجوا 2 او، وبكده اصبحت المعادله موزونه تحقيقا لقانون بقاء الكتله او قانون بقاء الماده. تعالى بقى اوريك حاجه بالارقام هتكون عندنا اصلا بس في الدرس الجاي، بس ناخدها من دلوقتي. بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا علمت مثلا، اذا علمت ان كل 48 جرام من ده، كل 48 جرام من ده بيتفاعلوا مع 32 جرام من الاكسجين، واخد بالك؟ كل 48 جرام بيتفاعلوا مع ايه؟ مع 32، فيكون قد ايه من ده حبيب قلبي؟ فيكون 80 جرام من اكسيد المغنيسيوم. باين اهي، اجمع، هتلاقي كتل المتفاعلات 80 وكتل النواتج 80، فيجي يقول لك فان كل 24 جرام من ده يتفاعل مع كام من ده ويدي قد ايه من ده؟ دي نسبه وتناسب. اذا كانت 48 كانوا بيتفاعلوا مع 32، يبقى ال 24 بيتفاعلوا مع س يا بتوع الرياضه او اكس، اضرب طرفين في وسطين، يبقى اكس دي اللي هي كتله الاكسجين. لو عايز تحسبها كتله الاكسجين اللي هتتفاعل مع 24 جرام، بص اللعبه اهو، 32 في 24 على 48 تطلع معاك بتساوي 16 جرام. وهنا لما يتفاعل 16 جرام مع ال 24 يطلع الناتج 40 جرام. وبكده اصبحت المعادله موزونه تحقيقا لقانون بقاء الكتله او قانون بقاء الماده.
فلو كملنا مع بعض يا جماعه في مجموعه من الامثله، تعالى بقى نحل كذا التدريب على المعادلات الكيميائيه ووزن المعادلات. كده احنا عرفنا الاساس ايه هو. الاساس ان في نوعين من المعادلات، في حاجه اسمها معادله لفظيه اللي هيكون فيها كلام مكتوب بالعربي، وفي معادله رمزيه. تاني يلا بقى نراجع الخطوات. طب احنا هنا معانا معادله لفظيه. المعادله بتقول ان عنصر الحديد بيتفاعل مع غاز الكلور في وجود الحراره يدي حاجه اسمها كلوريد الحديد 3. زي ما شفنا في التدريب اللي فات، تعالى يلا نحولها من معادله لفظيه الى معادله رمزيه. الخطوات: واحد، تكتب المتفاعلات جهه اليسار والنواتج جهه اليمين، بس انتبه وانت بتكتب المتفاعلات لان كل كلمه بنسال عليها حديد. فالطالب المحترم قال لي FE، فهنا سالته تاني. بص معلش اتعب معايا شويه بس هتلاقي الامور سهله. ليه قلت FE مش FE2؟ قال لي يا مستر FE لان جزيء الحديد مكون من ذره واحده. احنا قلنا اي حد مش تبع السبعه دول يبقى الجزيء بتاعه من ذره واحده. قلت له برافو عليك. يلا، زائد غاز الكلور، قام قايل لي Cl2. قلت له برافو عليك. ليه Cl2؟ ليه ما قلتش Cl؟ قال لي لا، لان جزيء الكلور في الطبيعه يكون مكون من ذرتين. كده احنا بنعرف نكتب العناصر كويس. ثانية واحدة بقى، احنا خارجين على مركب اسم كلوريد حديد ايه؟ 3، وشرحناها قبل كده. نعمل ايه؟ قال لي نبدأ بالشق الموجب اللي هو الحديد، وبعدها الشق السالب اللي هو الكلور. اوعى بقى حد يقول لي Cl2، Cl2 ده لما يكون عنصر هنا في مركب FE ولا Cl، شق موجب شق سالب. يلا نبدل التكافؤات. هو قايل لك الحديد تكافؤه كام يا محترم؟ قال لي الحديد تكافؤه ثلاثي، الثلاثة تيجي هنا. بينما حبيب قلبي اللي مذاكر الكلور تكافؤه كام؟ Cl يا مستر كان عدد الذري 17، توزيع ال 17 2 8 7 يكتسب الكترون يبقى واحد، الواحد يجي هنا ما يتكتبش. كده احنا كاتبين العناصر صح وكاتبين المركبات صح، ودي اول خطوه دايما بناكد عليها. يبقى واحد، تكتب المواد المتفاعله جهه اليسار والنواتج جهه اليمين. ثاني خطوه، تكتب شروط التفاعل اعلى السهم، كان هنا في شروط حراره اهي. ثلاثة، تكتب الحالة الفيزيائية للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة. يلا يا شطار، كلنا عارفين ان الحديد صلد بينما الكلور جاز، كلوريد حديد 3 مادة صلبة صلد. اخر خطوة وبسألك اهو، اخر حاجة، لابد ان تكون المعادلة الكيميائية موزونة. موزونة ليه بالراحة؟ قال لي تحقيقا لقانون بقاء الكتلة، لابد ان تكون كتل المواد المتفاعلة بتساوي كتل المواد الناتجة، يعني عدد ذرات المواد المتفاعلة بيساوي عدد ذرات المواد الناتجة. يلا نوزن. هقول تاني، قلنا لو في صلد وجاز في المعادلة، دي من مهارات الوزن، نبدأ بمين أحسن لنا؟ قال لي ابدأ بالجاز، ولو بدأت بالصلد عادي بس الأفضل بالجاز. يلا بقى، تعالوا هنا هعلمكم لعبة حلوة كمان، هتكون سهلة جدا، هتسهل لك وزن معادلات كتير. هنا السي ال كام واحدة؟ 2، خرجت كام؟ 3. ازاي تساوي الاثنين بالثلاثة؟ هديكوا لعبة حلوة قوي. لو الاثنين خرجت 3 او الاثنين خرجت 5 او الاثنين خرجت 7، يعني زوجي خرج فردي، تعمل ايه؟ اعكس الضرب. يعني ايه اعكس الضرب؟ لو عاوز تساوي الاثنين بالثلاثة، اضرب الاثنين دي في 3 والثلاثة دي في 2، دي تبقى 6 ودي تبقى 6. شفت السهولة؟ طب عايز اساوي الاثنين بالخمسة، اضرب الاثنين في 5 والخمسة في 2. تيجي نجرب اللعبة دي. هنا Cl2 خرجت Cl3، طبعا بعيد تاني. هنا Cl2 لان جزيء من ذرتين، هنا Cl3 ان خرج، ده تكافؤ، بدلت التكافؤات. يلا نوزن. الوزن اوعى تنسى بارقام جهة اليسار، اوعى حد يغير هنا، الارقام هنا هنا هنا. يلا بينا مع بعض يا شباب. Cl2 خرجت 3، عايز اسويهم ببعض، قال لي اضرب الاثنين دي في 3 واضرب الثلاثة دي في 2. كده الكلور بقى كام؟ كده الكلور هنا بقى 6، 3 في 2، وهنا الكلور 6. نرجع للحديد، FE واحدة خرجت 2، هنضرب هنا في كام؟ في 2. كده أصبحت المعادلة موزونة تحقيقا لقانون بقاء المادة. معلومة بقى كمان عايز أأكد عليها، مش كده المعادلة اتوزنت؟ بعد ما المعادلة تتوزن وتخلص، أي معادلة كيميائية يجوز، افهم دي، مضاعفة المعاملات أو تجزئتها. يعني إيه يا مستر بضاحة عشان أنا مش فاهم؟ أنا بقول يجوز إيه؟ يجوز مضاعفة المعاملات أو تجزئتها. مش أنت المعادلة موزونة؟ ممكن بعد ما توزنها تضاعف المعاملات. يعني ايه تضاعف المعاملات؟ تضرب المعادله كلها في 2 كانها معادله رياضه. فتبقى المعادله عامله ازاي؟ يلا يا جماعه نضرب دي كلها في 2، قال لي تبقى 4 FE 2 في 2 ب 4 زائد
6Cl2 في وجود الحرارة يخرج 4FeCl3. على فكرة صح كده؟ صح. أي معادلة كيميائية بتعامل زي معادلة الرياضة يجوز مضاعفة المعاملات، يعني أضربها كلها في 2 أو أجزأها يعني أضربها كلها في نص. صعب الكلام ده يا شباب؟ يبقى كده كتبنا معادلة كمان. يلا بقى خش على بعده، نعلى شوية بقى. أكسيد حديد كام؟ 3. بيكتب إزاي؟ ده مركب، إن مذاكر المركبات. قال لي بص يا مستر، تكتب الشق الموجب، تكتب الشق السالب. الحديد هو قال لك ثلاثي، والأكسجين كلنا عارفين إن هو ثنائي، لأن الـ O عدده الذري 8 اللي راجع الحصة اللي فاتت. توزيع الـ 8 2 6 يكسب 2 يبقى ثنائي. ده أكسيد حديد 3 زائد إيه؟ أول أكسيد الكربون، كربون مونوكسيد CO، في معاها واحدة اسمها أول أكسيد، لو معاها اثنين يبقى اسمها ثاني أكسيد الكربون. يلا حبيبي سهل، تكتب المتفاعلات جهة اليسار، يلا بره ناحية اليمين. يخرج أكسيد الحديد 2، يلا نكتب أكسيد حديد 2 مع بعض. أدي الحديد وأدي الأكسجين. بص هو قال إن الحديد ثنائي، وإحنا كلنا نحط الاثنين هنا، والأكسجين ثنائي، الاثنين هنا، الاثنين تروح مع الاثنين. قلنا يا جماعة لو في اختصار نختصر، أدي الاثنين راحت مع الاثنين بقى FeO أكسيد حديد 2. خش على اللي بعده آخر حاجة، زائد ثاني أكسيد الكربون اللي هي CO2. يبقى أول خطوة في المعادلة تكتب المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. بعد كده حالة فيزيائية، أكسيد الحديد 3 ده مادة صلبة، غاز أول أكسيد الكربون يدينا أكسيد حديد 2 مادة صلبة زائد غاز ثاني أكسيد الكربون. نوزن مع بعض يا شباب، يلا نوزن مع بعض. عايز تبدأ بالغاز، نبدأ C واحدة خرجت واحدة، الأو سيبها لأن الأو موجودة في كذا مكان هتوزن في الآخر. FE كم واحدة؟ ايه حكايه لما مثلا موجوده في كذا مكان؟ لو لقيت عنصر موجود في اكتر من مكان زي كده، بص الاو هنا وهنا وهنا وهنا، سيبه في الاخر هو هيتوزن لوحده. ازاي؟ اف اي 2 خرجت واحده، اضرب هنا في 2 كده الاف اي اتظبط. تيجي تعد الاو معايا، او 3 او واحده 4، ادي 2 او، عدوا بالراحه يا جماعه. هنا كان او 3 واحده 3 او اهي واحده 4، هنا 2 او و2 4 اتظبط. سي واحدة خرجت واحدة، كده المعادلة موزونة. اوعى تنسى كان السهم عليه حرارة، الحرارة تتكتب هنا. يبقى تاني خطوات كتابة المعادلة، تكتب المتفاعلات جهة اليسار، النواتج جهة اليمين، مع أن السهم يشير جهة النواتج، لازم السهم يشير على النواتج. تكتب شروط التفاعل أعلى السهم. تكتب الحالة الفيزيائية للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة. مش بس كده، أهم جملة، لابد أن تكون المعادلة الكيميائية موزونة. ليه يا مستر موزونة؟ تحقيقا لقانون يعرف باسم قانون بقاء الكتلة أو قانون بقاء المادة. طب بصوا دي كمان، بيقول لك هنا يتفاعل محلول، حاجة اسمها محلول كلوريد ألومنيوم، كلوريد ألومنيوم هنفعله مع محلول هيدروكسيد صوديوم. طب دول لما يتفاعلوا مع بعض يدونا ايه؟ قال لك والله لما يتفاعلوا مع بعض هيدونا بره حاجه اسمها هيدروكسيد الومنيوم، ادي واحده. تاني حاجه هيدونا كلوريد صوديوم زائد كلوريد صوديوم. عايزين معادله تعبر عن الكلام ده، معادله موزونه. نبدا مع بعض بالراحه انا وانت كالعاده. محلول كلوريد الالومنيوم بالراحه على مهلك، ال الومنيوم سي ال كلور، اللي مذاكر التكافؤات يلا صيغه كيميائيه، ده مركب. الومنيوم 13 2 8 3 يفقد 3 يبقى ثلاثي، اللي مذاكر بيريح نفسه. كلور سي ال 17 2 8 7 يكتسب 1 يبقى احادي، يبقى ايه ال سي ال 3 زائد. يلا معايا محلول هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH، بدأنا بالشق الموجب الـ Na والـ OH، الـ Na اللي مذاكر أحادي والـ OH أحادي. ده كنتوا بتسموه وأنتوا موجودين في إعدادي، وهشرح الأنواع دي دلوقتي. الإحلال المزدوج الـ Al ياخد الـ OH دبل سبستيتيوشن، والـ Na تاخد الـ Cl. الـ Al لما تاخد الـ OH يدي AlOH، أوعوا تنسوا بقى في غلطة بتقعوا فيها. ينسى يبدل التكافؤات إزاي؟ مش الـ Al أخرت الـ OH، الـ Al ثلاثي، بالتلاتة تيجي هنا والـ OH أحادي. بس واحد يقول لك جوه كانت واحدة OH تخرج واحدة، لا هو لسه هنوزن. فإحنا حاليا بنكتب صيغة، صيغة بتتكتب إزاي؟ شق موجب شق سالب ببدل التكافؤات، شق موجب شق سالب، ألمونيوم ثلاثي التلاتة تيجي هنا والـ OH أحادي زائد
اخر حاجه الان ايه تاخد السي ال ان ايه مع السي ال واحد يقول لك ان ايه سي ال 3 روح ذاكر يا ابني ان ايه سي ال ونبدل التكافؤات ان ايه 11 2 8 1 يفقد واحد يبقى احادي سي ال 17 2 8 7 تسيب واحد يبقى احادي كده انا كاتب مركبات صح يبقى اول خطوه لازم تتاكد انك كاتب المركبات صح يا حبيب قلبي اهو امسح دي خلاص ملهاش لازمه يلا بقى نكتب الحالة الفيزيائية هو قال لك محلول المحلول يا جماعة بيكتب أكوس أكيو أكيو يعني محلول ده في مية أكيو أكيوس ومحلول هيدروكسيد صوديوم أكيوس هو هيقول لك إن ده راسب برسيبيتيت بيكون سوليد وده بيكون محلول هو كمان بيكون أكوس آخر خطوة لابد أن تكون المعادلة موزونة نوزن مع بعضنا بقى بالراحة يلا بصوا AL واحدة خرجت واحدة بص اللي مركز مريح نفسه إزاي خش على بعده CL كم واحدة؟ 3 خرجت واحدة طب جوه 3 ودي واحدة عايز اخلي دي 3 احط 3 هنا؟ قال لي غلط حط ال 3 هنا كده 3 CL اتظبطت خش على بعده NA واحدة خرجت 3 NA اضرب في 3 3 OH ادي 3 OH وبكده اصبحت المعادلة موزونة بنعيد تاني ليه يا جماعة لازم اي معادلة كيميائية تكون موزونة؟ تحقيقا لقانون بقاء الكتلة طيب يا جماعه مراجعه كده هي اصلا مش عندنا في اولى ثانوي بس انا حبيت افكر الناس بيها وانتوا في ثالثه اعدادي يا شباب مش عارف يعني الحته دي لحقتوا تاخدوها ولا ما خدتوهاش ولو ما خدتهاش اشرحها لك انا بالراحه واشرح لك عليها امثله هي اسمها كلها معادلات ايه هي كنتوا اخدتوا حاجه يا جماعه اسمها انواع التفاعلات بصوا يا اساتذه تنقسم التفاعلات عندي في الاساس في التصنيف ده الى اربع اقسام يا رب تكونوا فاكرينهم او عارفينهم ولو مش عارفين انا هشرح امثله عشان نبقى وفينا كل حاجه وتبقى بتتعلم صح وبتفهم كل حاجه كويس التفاعلات عندنا اربع انواع حاجه اسمها اتحاد مباشر وهفهمه لكم دلوقتي بعد كده حاجه اسمها احلال بسيط سمبل سبستيتيوشن او دايركت سبستيتيوشن بعد كده احلال مزدوج اللي هو دبل سبستيتيوشن او انحلال والانحلال ده كان فيه منه حراري وكهربائي انا هشرح الحراري اللي كان بيدرس بالانجليزي كان بيقول ثيرمال ديكومبوزيشن انحلال ديكومبوز ينحل ديكومبوزيشن انحلال دي انواع التفاعلات تعال اعلمهم لك بتعرف ازاي ان التفاعل اتحاد مباشر اي تفاعل اتحاد مباشر اتحاد مباشر بيبقى ايه بيبقى ماده اسمها ايه تتفاعل مع ماده اسمها بي فيكونان معا اي بي اللي هو بيسموه ايه بقى عندنا اتحاد مادتين او اكثر لتكوين ماده واحده جديده يبقى لو الناتج اللي طالع ماده واحده جديده نوع التفاعل ده عندنا في الكيمياء بيسموه تفاعل اتحاد ايه يا جماعه مباشر يبقى انا لو انت انا وانت اتحدنا مع بعض مباشره نطلع مركب واحد جديد امثله على كده ما احنا لسه واخدين وناخد يا سيدي مثال كمان مش هنستخسر فيك لو جه واحد يقول ايه يتفاعل مثلا عنصر الحديد مع عنصر مثلا زي الاكسجين حديد مع اكسجين فيدي مثلا حاجه اسمها اكسيد حديد 3 ولا بلاش دي عشان ما نصعبش عليه نجيب حاجه في السهل نقول مثلا على سبيل المثال فوسفور مع اكسجين يدي حاجه اسمها خامس اكسيد فوسفور طب يبقى احنا هنجيب عنصر اسمه فوسفور هفهمك اهو فوسفور كلنا عارفينه ودرسناه زائد غاز الاكسجين يتحدان معا فيكون مين؟ قال لي يكون حاجة اسمها خامس أكسيد الفوسفور قبل ما اكتب المعادلة الكلام ده يا جماعة معادلة لفظية احنا عايزين نحولها الرمزية وده اتحاد مباشر عرفت منين؟ اتحد مادتين لتكوين مادة واحدة جديدة سواء عنصر مع عنصر أو عنصر مع مركب أو مركب مع مركب يلا فوسفور اللي مركز قال لي بي قلت له ليه قلت بي قال لي جزيء الفوسفور من ذرة واحدة معلش أنا مذاكر طالب اللي مذاكر مريح اكسجين O2 قلت له ليه بتكتب O2 قال لي لان الاكسجين مكون من ذرتين يدينا حاجه اسمها خامس ايه اكسيد الفوسفور اللي هو يتكتب ازاي P2O5 لان الفوسفور هنا بموجب خمسة فعشان كده يقول لك خامس اكسيد الفوسفور والاكسجين ثنائي يلا يا جماعه نكتب الحاله الفيزيائيه الفوسفور ده احنا عارفين كلنا ان هو صلد والاكسجين جاز خامس اكسيد الفوسفور ماده بتكون في الحاله الغازيه يلا يا باشمهندس نوزن المعادله لو عندك صلب وغاز تبدا بمين قال لي خلاص بقى مستر نبدا بالغاز قلت له حلو الاو 2 خرجوا خمسه لسه واخدين اللعبه دي
لو اتنين خرجوا خمسة تعمل ايه؟ قال لي مستر الاتنين دي ضربها في خمسة والخمسة دي ضربها في اتنين كده خلاص هو فيه باللعبة، يبقى دي عشرة ودي عشرة، فعلا الاتنين ضربناها في خمسة والخمسة دي ضربناها في اتنين جهة اليسار اهو، خمسة في اتنين بعشرة، اتنين في خمسة بعشرة كده اتظبط. في واحدة خرجت كام؟ خرجت أربعة، والنضربين هنا في أربعة كده أصبحت المعادلة موزونة تحقيقا لقانون بقاء الكتلة، لازم عدد ذرات المتفاعلات يساوي عدد ذرات النواتج. هذا النوع من التفاعلات بيسموه تفاعلات الاتحاد المباشر. بعدها كان عندك حاجة اسمها الإحلال البسيط. الإحلال البسيط ده أكيد شرحوا لكم يا جماعة حاجة اسمها متسلسلة النشاط الكيميائي. لو ما تشرحتش إن أنا عارف ظروف السنة اللي فاتت أقول لك. إحنا عندنا الفلزات، العناصر الفلزية مرتبة اللي هي بيسموها الميتالز اللي كان بيدرس بالإنجليزي. مرتبة حسب النشاط في حاجة اسمها Active Series of Element أو اسمها بالعربي متسلسلة النشاط. عندنا قاعدة واحدة بتقول إيه؟ الفلز الأكثر نشاطاً قوي يعني يحل محل، يعني يطرد الفلز الأقل نشاطاً، بس كده. فأنا اسمها أحل محلك، أخذ مكانك. أنا لو بحل محلك ده يبقى اسمه إحلال إيه؟ بسيط. مثال على كده، بعرف إزاي إن ده إحلال بسيط؟ أنا عندي عنصر اسمه إيه؟ يا رب الناس تفهم كده بالإشارة، مع مركب اسمه BC. بص اللي يحصل بصفة عامة، ال A تاخد ال C فيبقى AC ويخرج B لوحده. اللي بيفهم عربي بقى يا جماعة، اللي بيفهم عربي هو كده ال A عمل ايه في ال B؟ طرده، حل محله، اخذ مكانه. بدل ما ال B هو اللي كان جنب ال C بقى ال A مع ال C وال B خرجت لوحدها. ده اسمه احلال بسيط. اديكم مثال، تعال نقول المثال معادلة لفظية. بيقول ايه؟ يتفاعل عنصر الحديد، الحديد زائد حمض اسمه حمض هيدروكلوريك، اخدته في اعدادي، فيدينا مين يا مستر؟ انا كتب لي كده بره، يدينا حاجه اسمها كلوريد حديد 2 ويتصاعد غاز الهيدروجين. كده اسمها الحديد يحل محل الهيدروجين. اولا قبل ما اكتب المعادله، ليه الحديد بيحل محل الهيدروجين؟ لانه يسبقه في المتسلسله، يعني اكثر منه نشاطا. يلا حبيب قلبي، قال لي الحديد FeE، برافو عليك، ده عنصر كتب كده جزيء منفرد، حمض هيدروكلوريك HCl، ال H أحادي وال Cl أحادي. يلا نخرج برة، كلوريد حديد 2، طبعا هي ال FE هتاخد ال Cl، يدي كلوريد حي كام؟ 2. يلا ساعدني، الشق الموجب FE، الشق السالب الكلور، نبدل التكافؤات، الحديد هو قال ثنائي اهي ال 2 والكلور أحادي اهو ال 1 زائد H، تخرج H2 لان جزيء الهيدروجين من ذرتين. يلا اخر حاجة لابد نكتب الحالة الفيزيائية، ده بيكون سوليد، الاحماض بتكون دايبه في الميه بتكون اكوس، ده بيخرج دايب في الميه اكوس ويتصاعد غاز الهيدروجين. يلا نوزن مع بعض. ليه بنوزن؟ علل لابد ان تكون المعادله موزونه. المستر عمال يعيد تحقيقا لقانون بقاء الكتله، لازم كتل المتفاعلات بتساوي كتل النواتج. يلا حبايبي، اف اي واحده خرجت واحده سيبها، اتش واحده خرجت 2 اضرب في 2، 2 Cl خرجت 2 Cl، كده أصبحت المعادلة موزونة تحقيقا لقانون بقاء الكتلة. وده هنا يا جماعة يعتبر عندنا مثال لأحد تفاعلات الإحلال الإيه؟ البسيط. تعالى بعد كده نخش أنا وأنت مع بعض على أمثلة كمان على تفاعلات الإحلال المزدوج وتفاعلات الإنحلال الحراري. نخش بعد كده يا جماعة مع بعض إن شاء الله على النوع الثالث من التفاعلات، وهي تفاعلات الإحلال المزدوج. يا راجل اسمها بالعربي كده، إيه إحلال مزدوج ده؟ انا بيكون عندي مركبين غالبا ايونيين، مركب ايوني، اي مركب عباره عن جزئين زي ما احنا عارفين موجب وسالب. بص المنظر ده كده، يعني مثلا مركب اسمه اي بي ومركب تاني اسمه سي دي. طبعا التفاعل ده بيتم بين المحاليل، يعني ده بيكون دايب في الميه وده دايب في الميه. كلنا عارفين ان مركب زي اي بي ده عباره عن جزئين، بوزيتيف نيجاتيف، موجب سالب وده موجب سالب. بص بقى الاحلال المزدوج عامل ازاي. يبدا الجزء ده اللي هو الايه الموجب ياخد السالب، والموجب ده ياخد السالب، فيطلع عندك بره مركبين جداد. تعرف تقولهم؟ قال لي اه، يطلع عندنا اي دي سي بي. ما تقولش بي سي غلط. ليه يا مستر؟ موجب سالب موجب سالب، يبقى اي دي سي بي. اللعبه اللي بقى اللي يقول لك بي سي، لا تبقى انت كده كاتب الشق السالب قبل الموجب. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ عملنا تبادل للايونات، انت بدلت الموجب ده اخر السالب ده والموجب ده اخر السالب ده، يبقى اسمه احلال مزدوج. يعني كان انا وانت مثلا، انت قاعد على كرسي وانا قاعد على كرسي، لو انا طردتك مشيتك بره يبقى ده اسمه احلال بسيط،
طب لو انا قعدت مكانك وانت قعدت مكاني، لا ده يبقى اسمه احلال مال ومزدوج. اديك مثال، يقول لك هنا يتفاعل هيدروكسيد الصوديوم، محلول هيدروكسيد الصوديوم خدته في اعدادي وهنكمل معاه اهو، مع محلول حمض الكبريتيك، هيتفاعل مع حمض الكبريتيك. يدونا مين يا مستر لما يتفاعلوا؟ هو بيقول هيدونا كبريتات صوديوم زائد ميه، دايبه في الميه. تعال نحول الكلام ده من معادله لفظيه لرمزيه. يلا هيدروكسيد صوديوم ده مركب بيتكتب ازاي؟ ايوه اللي مذاكر نكتب الشق الموجب ان ايه، بعدها الشق السالب او اتش. يلا نبدل التكافؤات حبيبي، ال ان ايه 11 2 8 1 احادي، ومجموعه الهيدروكسيد احاديه، يبقى ان او اتش ان او اتش. اللي بعده حمض كبريتيك، قلنا اي حمض تكتب الاتش الاول، كبريتيك جت من مجموعه كبريتات وشرحناها في الصيغه الكيميائيه، الاتش احادي والاس او 4 معروف انها ثنائي، يبقى اتش 2 اس او 4 يتفاعلوا مع بعض. بص بكل هدوء اهو، ال ان ايه تاخد الاس او 4 يدينا كبريتات صوديوم، والاتش مع الاو اتش يدينا ميه. يلا نجمع ان ايه تاخد الاس او 4. بص المحترم اللي مركز معايا، ادي ال ان ايه وادي الاس او 4. ال ان ايه يلا نبدل التكافؤات، ان ايه 11 2 8 1 يفقد واحد احادي، الواحد ما بيكتبش، مجموعه الكبريتات اللي مذاكر ثنائي، اتش مع او اتش يدينا اتش 2 او. يلا بقى لما نشوف بعد كده بنكتب الحاله الفيزيائيه. طبعا انا قايل ان اللي جوه دول محاليل، محلول اكوس اكوس، وده دايب في الميه اكوس، والميه بتكون ليكويد. اخر خطوه لابد ان تكون المعادله موزونه، لما نشوف اللي يعرف يوزن. يلا معانا ان ايه واحده خرجت 2، نضرب هنا في 2 كده الان ايه اتظبطت واحده واحده، 2 او براحه، 2 او خرجت واحده، اضرب هنا في 2 كده 2 او. يلا عد الاتش معايا، بص اللي مركز معايا في الاتش 2 اتش، بصوا اهي 2 اتش و اتش 2 يبقوا كام؟ ركز 2 اتش، واحد يقول لي اتش 2 اتش و اتش 2 يبقى 4، 2 اتش 2 4، اس او 4 خرجت اس او 4 زي ما هي. يبقى هنا هيدروكسيد صوديوم مع حمض كبريتيك يدينا كبريتات صوديوم زائد ميه. هنا يا جماعه التفاعل من تفاعلات الاحلال المزدوج. طب اخر حاجه بقى عندنا حاجه اسمها الانحلال الحراري. يا راجل انت عارف اصلا بالعربي يعني ايه كلمه ينحل؟ قال لي يا مستر ينحل يعني يتفكك. ايوه احنا بيكون عندنا مركب ما زي كده، هذا المركب بنبدا نسخنه فينحل الى مركبات او الى اجزاء ابسط منه. يبقى انك تجيب مركب وتسخنه فيتفكك الى اجزاء ابسط منه، تعرف هذه العمليه باسم عمليه الانحلال او تفاعل انحلال حراري. اديك مثال، بص يقول لك، هبدا بمثال سهل الاول. يقول لك ايه؟ كربونات كالسيوم، عندنا مركب اسمه كربونات كالسيوم، ماله؟ سخناه بشده في الحراره فانحل، اتفك، ادى حاجه اسمها اكسيد كالسيوم زائد ثاني اكسيد الكربون. طب يلا مع بعض بقى، يلا مع بعض. كربونات كالسيوم يتكتب ازاي؟ قال لي نبدا بالشق الموجب، قلت له مين الشق الموجب؟ قال لي الشق الموجب كالسيوم، متذاكر اهو، ركز كالسيوم. بعد كده الكربونات، الكربونات برافو اللي مذاكر CO3. تيجي نبدل التكافؤات، يا رب يكون مذاكر كويس. كالسيوم 20 2 8 8 2 ثنائي الاثنين تيجي هنا، والكربونات ثنائي الاثنين تيجي هنا، مش هحط بقى اقواس لان الاثنين دي هتروح مع الاثنين دي زي ما احنا قلنا قبل كده. يلا يبقى كربونات كالسيوم برافو عليك CaCO3 ينحل بالحراره. طب ينحل بالحراره يدي مين؟ يدي حاجه اسمها اكسيد كالسيوم. يتكتب ازاي اكسيد كالسيوم؟ الكالسيوم Ca، اكسيد يعني اكسجين. تعالى نبدل التكافؤات، السي اي ثنائي والاو ثنائي، الاثنين تروح مع الاثنين، اوعى تنسى، زائد ثاني اكسيد الكربون مشهور قوي ده سي او 2. تعالى نكتب الحاله الفيزيائيه، كربونات الكالسيوم ده بعد ده سوليد، بتتسخن تدي اكسيد الكالسيوم سوليد، ثاني اكسيد الكربون جاز. رحت اوزن لقيتها موزونه، تيجي تتاكد سي اي واحده خرجت واحده، كده السي اي مظبوط، سي كربون خرجت، سي
O3 ادي واحده واثنين ثلاثه، وبالتالي المعادله مالها موزونه. بس احذروا بقى يا جماعه، لان احنا بنجيب لك شويه معادلات في الوزن فيها شغل شويه كده. احنا شرحنا انواع التفاعلات الاربعه. تعال بقى اجيب لك حاجه، مش هي مش صعبه، مش اسمها معادله صعبه شباب، في حاجه اسمها معادله فيها شغل عايزه تركيز. تعال بقى اجيب لك معادلات الوزن بتاعها. لا 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 لا، شغل بمعنى شغل مش تهريج. طب معادله زي كده، ده حمض اسمه حمض النيتريك، معادله فيها شغل فيها شغل يعني HNO3. دي في طلبه في ثالثه ثانوي ممكن يقول لك ما عرفتش حلها. ينحل بالحراره، هذا المركب لما بنحل بيدي ثلاث حاجات، بيدي ثاني اكسيد نيتروجين، تعال افهمكم بقى اللعبه، وميه واكسجين. وهنا هنصحكم بحاجه، ايه هي؟ طبعا بصوا، ده حمض كبريتيك مركز ليكويد، ده جاز، الميه فيبر بخار، والاكسجين جاز. انا طالب منك ايه بس؟ اوزن. بص يا حبيبي، هديكوا نصيحه مهمه قوي في الوزن. الحاجه اللي موجوده في اكتر من مكان ما توزنهاش دلوقتي خالص، سيبها في الاخر. ازاي؟ يعني انا عايز اعرف هبدا بمين؟ طبعا انا في طالب محترم هقول لي ابدا بالاتش، وده عيل محترم قوي وده اصح واحد. بس تلاقي واحد مش مركز يقول لك ايه؟ ودي من قواعد الوزن الحلوه، ايه هي؟ انا مش هبدا بالاو، مش معنى او 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 موجوده في اربع اماكن وزنها صعب قوي، لو سبتها في الاخر وزنها هيكون سهل. ولذلك يلا نبدا، نبدا بالاتش. يلا اتش واحده خرجت، بص مركز معايا، اثنين، اعمل ايه هنا؟ قال لي اضرب هنا في اثنين. حتى الان ردوا عليا، مين اللي اتوزن؟ قال لي اللي اتوزن الاتش بس، 2 اتش خرجوا 2 اتش، قلت له ممتاز. كمل. كام ان؟ بص عمال اشاور له، قال لي 2 ان. قلت له خرجوا كام؟ قال لي خرجت واحده، نضرب هنا في 2، ممتاز لحد كده. كده في كام حاجه اتظبطوا؟ اوعى تنسى، 2 الاتش، 2 اتش خرجوا اتش 2، 2 ان خرجوا 2 ان، فاضل لنا الاو، يا رب يكون بيعرف يعد بالراحه كده من غير ما يتلخبط. يلا مع بعض. الـ O 2 في 3 في 6، يبقى عدد ذرات الـ O في المتفاعلات 6 O. ركزوا بقى، هنا دول 4 O، وادي كمان واحدة O، وادي 2 O، أوه خسارة، 4 و 1 5 و 2 7، كده باظت، ما ينفعش، الـ O مش مظبوط، خليك ذكي بقى، ما ينفعش نغير حاجة هنا عشان ما نبوظش الـ N جوه، يعني أولًا ما ينفعش تغير هنا، لأن لو بوظت هنا، لو غيرت الرقم ده، هتبوظ الـ H والـ N. وما ينفعش تغير هنا هتبوظ الان، وما ينفعش تغير هنا هتبوظ الاو الاتش. خليك بقى ذكي، مش دول 4 او دي واحده؟ دي لو بقت كام يبقى كده الاجمالي 6، قال لي دي لو بقت واحده. يلا بتاع الرياضه، الاثنين تتضرب في كام تبقى واحد؟ معايا اثنين اضربهم في كام يبقى واحد؟ قال لي يا مستر اهي الاثنين تتضرب في كام؟ س تبقى واحد، يبقى س دي بتساوي نص، المعكوس الضرب يا بتاع الرياضه، يبقى الاثنين اضربها في كام تبقى واحد؟ قال لي اضرب هنا في نص يا مستر. ليه؟ لانك اولا لو غيرت هنا ضربت في نص مش هيحصل حاجه لكل اللي اتوزن اللي فات. ثانيا لما تضرب النص في 2 يديك 1، يبقى 4 او واحدة 5 وواحدة 6. كده اصبحت المعادله مالها؟ لحد دلوقتي موزونه. بس اسمعوا بقى الجمله دي، الوزن ده صح؟ اه صح. عايز تتاكد؟ تعالى نتاكد من عدد الذرات في كل واحده. فين عدد الذرات في كل واحده؟ 2 اتش 2 اتش، 2 ان 2 ان، الاو 6 2 في 3، ادي 4 او وواحدة 5، وادي نص او اللي هي واحده يبقى 6. اخر جمله، عندنا قاعده بتقول لا يفضل، انا ما قلتش لا يا صح، لا يفضل في المعادله وجود كسر. لما نشوف بقى اللي بيفهموا رياضه، لما تحب تتخلص من النص ده، قالوا لي يا مستر احنا عندنا في الرياضه لو في معادله فيها نص وعايز تخلص منها اضرب المعادله كلها مش حته معينه في 2، كده ينفع تضاعف المعاملات. يلا اضرب في 2 بعد ما وزنت، يبقى 2 في 2 دي بقت كام؟ قال لي دي بقت 4. 2 في 2 بكام؟ قال لي ب 4. 2 في 1 بكام؟ ب 2. 2 في نص، النص ده يروح. عايز تتاكد ان احنا صح؟ بص عمالين نراجع كام مره؟ 4 اتش 2 في 2 ب 4، 4 ان 4 ان، عد الاو 4 في 3 يا بتوع الرياضه ب 12، ادي 8 او و2 او يبقى 10 و2 يبقى 12. كده اصبحت المعادله موزونه تحقيقا لقانون بقاء الكتله. المثال الاخير اللي هشرحه لك، بص بيقول لك ايه؟ يحترق مركب اسمه الكحول الايثيل، هو هيجيب لك صيغته اللي قدامكم يا جماعه، كحول ايثيل C2H5OH، في وجود غاز الاكسجين O2، احنا قايل المعادله اقول لك زنها وزنها، في وجود الحراره، فيخرج حاجتين، يخرج ثاني اكسيد كربون وبخار ماء. المطلوب من سيادتك انك توزن المعادله دي. يلا نوزن مع بعض، يلا بنفس الهدوء مش عايزين تسرع.
لما نشوف البهوات كام سي؟ اثنين. خرجت واحدة، عايز اوزنها، قال لي اضرب هنا في اثنين. كده السي اتظبط، خلصنا من اول حاجة. خش على الاتش، عد كويس، عد كويس، ما تبقاش بطيخة. يبقى العيال قاعد كده يقول لك استنى ما فهمتهاش جت ازاي. يلا يلا، كانوا سي اتنين، خرجت واحدة، قمت اتضربت كام؟ في اثنين. كده السي اتظبط، اركن على جنب، تمام كده يا باشا. اتش كام واحدة؟ واحد يقول لك خمسة، بس يعني بس يلا خمسة واحد ست، عادي اتش خمسة واحد ست. خرجوا كام؟ خرجوا اتنين، اضرب هنا في ثلاثة، لان ثلاثة في اتنين بست. اوعى تنسى كده انت ظبطت حاجتين، ربنا يسترك. يلا واحدة او واتنين او، يبقى الاجمالي ثلاثة، الاو جوه ثلاثة، واحدة واتنين اهي. جينا نعد بره، فوجئنا بمصيبة، ادي أربعة او وادي ثلاثة او، طلعوا سبعة. اوبا اوبا، ده بعيد قوي. هنا ثلاثة خرجوا سبعة. أولا تعالى نتكلم على الحتة اللي ما ينفعش تغير فيها. العيل الذكي قال لي مستر ما ينفعش تغير حاجة هنا، لو غيرت هنا هتبوظ السي والاتش. ايه على الملل، يعني الواحد ده سيبه زي ما هو، مش هنغير حاجة هنا. الرقم ده لو بقى كام؟ رد عليا، الرقم ده لو بقى كام؟ يبقى المجموع سبعة. واحد زائد كام يبقى سبعة؟ كلمني كده بالراحة، دي لو بقت كام يبقى الإجمالي سبعة؟ قال لي الرقم ده لو بدل ما هو اتنين بقى ستة، بقى واحد وستة سبعة. يبقى انت عايز الاثنين دي تبقى ستة، اضرب الاثنين في كام تبقى ستة؟ قال لي اضرب الاثنين في ثلاثة. ليه ما بوظش هنا يا ابني؟ لو حطيت اي رقم هنا هتبوظ السي والاتش، فانت ضربت هنا عشان يبقى 3 او 2 6، ودي واحدة او 7، فعلا هنا 4 و3 7. كده المعادلة اصبحت موزونة. وبكده يا جماعة يبقى احنا خلصنا مع بعض درس المعادلة الكيميائية باكمله، واخدنا ان اهم نقطة طبعا اللي هنسألك عليها كتير واللي هتلاقي الاسئلة عليها كتير هو وزن المعادلة، وقلنا لابد أن تكون المعادلة موزونة تحقيقا لقانون بقاء الكتلة. أرجو أن الناس تكون استوعبت الجزء ده وتذكره كويس، لأن دي أهم حتة في الباب ده وأهم حتة في المنهج كله عشان تبقوا عارفين. دمتم في أمان الله، نرجو بإذن الله يا جماعة أن أنتم تعملوا اللي عليكم وتجتهدوا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.